تقول السائلة: ما حكم من تتهاون بوضع الحنة بيدها لا تشبها بالرجال، لكن كثيرا من بنات اليوم لا يرغبن في ذلك، حيث أن البعض من الأخوات هداهن الله يقولن بأن ذلك حرام ولا يجوز أن تترك المرأة الحنة، أفيدونا بذلك. نعم، من خصائص النساء أنهن يخضبن أيديهن بالحنة، وذلك من الجمال والزينة، ولا يتركن أيديهن تشبه أيدي الرجال. نعم.